بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره. عاملين وصفتين سهلين، يعني الوصفه الثانيه ما تعتبرش وصفه، تبقى يعني مقبلات كده وقرمشه وقرقشه وظريف قوي. بصوا، احنا اول حاجه هنعمل الكساديه بالفراخ. دي وصفه شبه الساندوتش كده، فيها حتت فراخ صغيره، بواقي فراخ بقى مثلا ورك على صدر متقطعين حتت صغيره، هنعملهم كده بفكره ظريفه. الكساديه دي حاجه معروفه، يعني معانا عيش التورتيه، ممكن نستخدم العيش اللبناني، ممكن نستخدم العيش البلدي، يعني بصي اي عيش عندك هينفع، وطعمه ظريف جدا جدا وسهل قوي، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل شرايح خبز الثوم. الخبز دوت بايت ناشف، عايزين ناكله ومش عارفين نعمل فيه ايه، فهقول لك على الفكره الحلوه دي، مناسبه جدا للعيش اللي خلاص محدش هياكله او نشف مننا، هتحولي طعمه لحاجه هيقول لك ايه ده، احنا عايزين منه تاني من كتر ما هو ظريف وسهل جدا برده، ان شاء الله يعجبكم. فاصل بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل كساديه الفراخ، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه كاساديه الفراخ. هي عباره عن ايه؟ مكونات بسيطه جدا، تنفع في العشاء، تنفع تصبيره لغايه ما نخلص الاكل، تنفع غدا عادي جدا، ظريفه وسهله قوي. بص، انا معايا حتت من الفراخ وراك على صدور متقطعه حتت صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده، هي نيه، فهنسويها حالا دلوقتي مع بعض مع شويه زيت. معانا بصلايه متقطعه حتت صغيره، ممكن فلفل الوان او فلفل رومي اخضر برضو متقطع حتت صغيره، طماطمايه برضو صغنونه متقطعه حتت صغيره، ملح وفلفل، هنحط بابريكا، رشه كمون، رشه كزبره، معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البصل البودره، معانا زعتر ناشف او ممكن زعتر فريش، وهنحتاج طبعا العيش التورتيه وشويه جبنه موتزاريلا. عيش التورتيه اللي هو شبه جدا الرقاق الطري، لو عندك رقاق طري برضو هيبقى ظريف، او ممكن العيش الشامي او العيش اللبناني هينفع برضو، يعني كل دي افكار هتنفع معاكي بدل عيش التورتيه. وهو عيش التورتيه موجود في السوبر ماركت يعني، ومتوفر لو تحبوا تجيبوه، بس كده ولا اي حاجه. هنسوي الحشوه الاول، فانا هحط الاول زيت كده، وعايزه انزل بالفراخ اول حاجه، عايزه الفراخ كده تتشوح، وبعدين ابتدي احط بقيه المكونات. بسم الله. كده نقعد كده ايه نقلبها، لما الطاسه بتبقى سخنه قوي ده بيصدم الفراخ وبيخليها جوسي وحلوه، ولو حصل ان الفراخ نزلت ميتها مفيش مشكله خالص، هنستنى لغايه لما الفراخ تشرب ميتها تماما وتستوي وتبقى زي الفل كده. فانا ايه بقلبها علشان اطمن ان الحراره وصلت لكل حتت الفراخ، واحط لها التوابل، ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب كده، عايزينها كده تستوي وتبقى تمام. بعد كده بنحط لها بقى البصل، معايا بصل، معايا فلفل الوان، طبعا زي ما اتفقنا ممكن نحط فلفل رومي اخضر بس، واجيب كل التوابل دي هنا كده جنبي، كمون وكزبره، بصل بودره، ثوم بودره، بابريكا، ممكن نحط كمان رشه شطه لو تحبوا، ونحط كمان بصل بودره. انا قلت بصل بودره وثوم بودره صح؟ معلش معلش يا جماعه. وايه كمان انا قلتهم كلهم؟ اه، هنحط كمان ايه زعتر. بصوا، نزلت شويه ميه كده، حاجه بسيطه في الطاسه زي ما انتم شايفين، بنفضل كده نقلب لغايه ما الفراخ تستوي، وبعد كده بنحط البصل ونقلب برضو، شوية الفلفل الألوان ونقلب، عايزين كل الكلام الحلو ده يستوي مع بعضه كده ويدبل،
وشويه طماطم برضو بس كده. دي كده المكونات الظريفه. هنحط بقى البابريكا، بصل بودره، ثوم بودره، رشه كمون خفيفه خالص، وكزبره برضو، والزعتر، وهحط تاني ملح وفلفل، ملح وفلفل. الريحه خطيره اهو بس كده. هي دي حشوه الكسديه بالفراخ، ظريفه قوي. عايزاها ايه تستوي وتتظبط كده وتبقى تمام. ومعايا طاسه تانيه او جريل تانيه، انا هبدل كده الطاسات. استنوا، خلي دي هنا ودي هنا اهو. هعمل ايه في الطاسه دي؟ عايزه احط بقى عيش التورتيه واحط عليه الحشوه وشويه جبنه موتزاريلا، واقفل برده تاني بعيش التورتيه. فانا في الطاسه دي هحط معلقه زيت صغيره بس كده، وناخد عيش التورتيه اللذيذ. وزي ما قلت لكم ممكن نستخدم العيش اللبناني او العيش البلدي او الرقاق الطري كده. نشيلها بس كده من على النار شويه، وناخد شويه كده من الحشوه اهو. هرفعها كده من على النار عشان سخنه. الطاسه سخنت قوي. بصوا ما بنحطش حشوه كتيره، هي الحشوه دي كده كفايه قوي. ومعايا شويه جبنه موتزاريلا على الحشوه كده اهو، او ممكن تحطوا برده ميكس جبن مفيش مشكله كده. وهجيب واحده تاني من العيش التورتيه او العيش اللبناني زي ما اتفقنا، اي حاجه اللي متوفر عندكم، واغطي بيها كده. وعايز اهدي النار خالص بس. اول ما الجبنه تبتدي تسيح وانا مهديه النار، هقلب على طول الكسديه الناحيه الثانيه. عايزه اطمن كده من تحت حصل لها ايه، لان الطاسه كانت سخنه. استنى هقلبها كده بسم الله اهو، نظبطها كده بس كده عشان تاخد لون حلو من الناحيتين. ونطلعها ونقطعها بقى كده ايه اربع، كل واحد ياخد له بقى ايه الساندوتش الكسديه فيه الجبنه الموتزاريلا مع حشوه الفراخ اللذيذه دي، بتطلع تحفه. وصفه سهله جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. انا هديها لفه وبعد كده اقطعها واقدمها معاكم على طول كده. اخبارها ايه كده؟ تمام التمام. هشيلها بقى واحطها هنا كده. استنى يلا بسم الله كده زي ما انتم شايفين. واجيب السكينه ونقطعها بالشكل ده اربع مثلا كده ولا حاجه، بتبقى خطيره مش قادره اقول لكم. ريحتها كمان تجنن بس كده. بصوا اخر لذاذه اهو، الولاد هياكلوها ينبسطوا منها قوي، وخطيره ومقرمشه وتحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. احنا ممكن نحطها ونرصها مع بعض في الطبق ده هنا كده مثلا اهو، عشان تجربوها كده وتتشجعوا، لانها لذيذه قوي كده بس. وزي ما انتم شايفين ما خدتش وقت ابدا وخلصت على طول بس كده اهو، مفيش اسهل من كده. اعملوها بقى وبالهنا والشفا. هحطها هنا كده بس، خطيره. اعملوا بقى كاسديه الفراخ وقولوا لنا ايه رايكم، هتنبسطوا منها جدا. فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل اقول لكم نعمل ايه بالعيش الناشف بقى اللي خلاص بقى عايزين نعمل فيه حركه كده، هتنبسطوا منها قوي. خليكم معانا بعد الفاصل.
هنعمل دلوقتي بقى خبز التوم. لما يكون عندنا خبز بقى ناشف بايت اي حاجه من الكلام ده كله هنقطعه حلقات ونعمله خلطه ظريفه جدا من الزبده والتوم المشوي هقول لكم دلوقتي والبقدونس، ونفردها عليه شويه جبنه موتزاريلا ويدخل الفرن. انا بحبه جدا، هو في يعني في مطاعم تلاقيها عاملاه كده لوحدها بوكس كده الخبز اللي بالتوم، وبيبقى غالبا بايت برضو كل حاجه، فاحنا نعمله في البيت، وخصوصا لما بنجيب الفينو ويتبقى منه كتير ونحطه مثلا في الفريزر وخلاص العيال مش عايزين ياكلوه، فايه نخترع له احنا شويه حاجات ظريفه، وهو اصلا بيتباع كده اصلا يعني ما فيهوش حاجه، سهل جدا نعمله احنا والولاد هم بيذاكروا بقى كده يقرقشوه ويقزقزوه بقى يعني براحتكم. ادي العيش البايت اهو تمام، هيتقطع حلقات تخينه كده زي الحلقات دي كده اللي معانا دي بس، ونحط على السطح بتاعه ايه بقى. حاضر يا استاذه نور اهو، رغيف فينو بايت ايوه، وقطعنا كده حلقات تمام. ادي حلقه من حلقات العيش. ايه بقى المكونات اللي هنحطها؟ بص معنا زبده، كميه الزبده وكميه الكلام ده كله حسب العيش اللي عندك قد ايه، فانت اعملي كده حبه واستخدميهم، ولو اتبقى منك اصلا منهم تقدري تحطيها في كيس في الثلاجه، تنفع جدا ترجعي تاني تسيحيها وتفرديها على العيش وقت ما تحبي. انا معايا ربع كوبايه من الزبده الطريه، هحط عليها ملح، هحط عليها معلقه صغيره من الثوم البودره، هنحط بقدونس مفروم يعني معلقه كده او شويه كبشه كده صغيره بصوابعنا الاربعه دول كده من البقدونس، هنحط فصين من الثوم، مش فصين بقى لا احنا هنحط راس ثوم، راس ثوم مشوي. الثوم بنجيب راس كامله كده على بعضها ونحطها نلفها في الومنيوم فويل وندخلها الفرن في صينيه كده في الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 لمدة تقريبا ربع ساعة، هتلاقي التوم اتشوى وبقى خطير، أو ممكن نحطها في الاير فراير برضو التوم هيتشوي وهيبقى حلو جدا. فراس التوم الحلوة دي نشويها ونهرسها هتعمل طعم عالمي تحفة، تدي طعم مدخن ولذيذ جدا جدا للزبدة اللي احنا هنحطها على العيش. هنحط كمان معلقة من زيت الزيتون وممكن كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا لو تحبوا، وبس كده ولا أي حاجة تانية، خطير. انا معايا البوله الحلوه دي هنحط فيها الزبده، زبده تكون طريه او سايحه اهو كده، نقلبها كده، نحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل وراس ثوم مشوي زي ما قلت لكم. الثوم بقى لما بيتشوي بيعمل نكهه وريحه تجنن، راس ثوم كامله كده، وهنحط توم بودرة نقلب كده، شوية بقدونس زي ما قلتلكوا كده بإيه يعني بصوابعنا كده حبة صغننين، ممكن نزود شوية، ومعايا زيت زيتون اهو، الإزازة دي بتنزل حبة صغيرين هاخد من الإزازة الكبيرة. زيت زيتون بس كده، ونقلب الخلطة الحلوة اللي تجنن دي اهو كده بس. معايا بقى صينية فرن هجيبها، تعالي يا صينية، ونحط فيها حلقات العيش كده مثلا وبالفرشة، وناخد من الخلطة دي كده على العيش من فوق، التوم بالزبدة وزيت الزيتون والبقدونس، خطير كده. طبعا العيش لما يدخل بقى الفرن هيشرب كل الزبدة وزيت الزيتون والتوم، نكهة التوم دي هتلاقي مش بس مجرد على سطح العيش بس، لا هتلاقوا العيش نفسه شرب منها. ومعنا شويه جبنه موتزاريلا لو نحب يعني نحط كده على الوش حتت كده من الجبنه الموتزاريلا، هتبقى لذيذه جدا. وفرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هندخل شرايح العيش اللذيذه دي، مش هتاخد وقت ابدا، حدود تقريبا 10 دقائق بالكتير. اول ما تلاقي شكل الجبنه ساح كده والعيش كمان نشف كده شويه، خد لون خفيف واضح ان هو بقى مقرمش وناشف، هنطلعه ويتاكل يجنن، وسهل جدا نبقى خلصنا من العيش البايت الناشف اللي عندنا، وفي نفس الوقت كده عملنا له طعم لذيذ. واحنا طبعا عاملين هناك اهو حلو قوي، عايز كوبايه شاي
بيبقى يجنن، مقرمش ولذيذ. جربوه قولوا لنا ايه رايكم. الحلقه خلصت النهارده، عملنا اول وصفه مع بعض كاسديه الفراخ. وصفه سهله جدا ولذيذه، تقدري تعملي منها كتير قوي. احنا استخدمنا عيش التورتيه، ممكن تستخدمي العيش اللبناني او العيش الشامي او الرقاق الطري او حتى العيش البلدي، هتبقى ظريفه جدا وسهله. عملنا لها حشوه كده بالفراخ وشويه خضار، حشوه بسيطه وطعمها حلو قوي. والوصفه الثانيه عملنا بالعيش الفينو البايت، خبز كده بالثوم والزبدة وزيت الزيتون، مقرمش وظريف، بيتباع في المطاعم ولذيذ جدا، نقدر نعمله في البيت ونعمل إعادة تدوير للعيش البيت اللي عندنا. وبالهنا والشفاء. أنا بشكركم جدا أنتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.